السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عيشها صحة. ضيف حلقتنا النهاردة ضيفنا الكريم دكتور عبد الشافي حسيب، أستاذ الروماتيزم والمفاصل كلية الطب جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا يا فندم. موضوع حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين يهم كل الناس، هو فوائد المشي. بداية يا دكتور، عايزين نسأل حضرتك إيه هي فوائد المشي أو أشهر فوائد المشي؟ يعني المشي ده صفة من صفات الكائنات الحية، وربنا سبحانه وتعالى جعل من يعني زي التنفس وزي الأكل وزي الشرب من ضروريات الحياة إن الإنسان يتحرك. وطبعا الحركة بتتميز بها الإنسان والحيوان اللي هو حركة ذاتية. طبعا أنا ما بتكلمش على الجماد اللي هي السيارات والحاجات دي اللي تحتاج إلى وقود وحاجات زي كده، لكن أنا بتكلم على الإنسان. الإنسان المشي بالإنسان ده حاجة مهمة جدا جدا وضرورة من ضروريات الحياة، لأن ما نتخيلش إنسان عايش ثابت في مكانه وما بيتحركش. طبعا ده بالنسبة له حاجة صعبة جدا جدا، لكن لازم بيتحرك ولازم بيعيش حياته. المشي ليه فوائد كتيره جدا جدا جدا. يعني انا لو هتكلم عن المشي بالنسبه للصحه عايزين اربع خمس حلقات. لا ده يعني فعلا المشي ده حاجه مهمه جدا جدا، وانا بقولها رساله لكل المشاهدين، يا جماعه ما نستهترش بموضوع المشي، بلاش الحياه اللي بنسميها سيدنتري لايف او الحياه اللي هي كل حاجه فيها ركود، فيها ركود يعني نازلين نجيب حاجه، لو المشوار بسيط ايه المانع ان احنا نتمشى نروح. ما فيش داعي يعني التلفزيون قدامنا او بتاع الريموت، الحياه اللي هي بالريموت كنترول، السياره اللي هي بتتفتح مش عارف بايه. يعني هي طبعا يعني لا ننكر ان الحياه وصعوبتها في الحركه بتخلي الانسان يلجا الى وسائل الحديثه، لكن هو لازم يمشي. المشي طبعا دكتور ساعات بدون قطع كلام حضرتك، هما ساعات بيقولوا ان التكنولوجيا والتطور العلمي بيخلي الانسان ما يتحركش كتير. طبعا. طب ازاي ان احنا نتغلب على الحته دي؟ دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نقولها، ان احنا مش كل حاجه نلجا فيها الى التكنولوجي والى الوسائل العلم الحديثه ان احنا نستخدمها، او ما يعني زي ما بيقولوا ما نستحلاش حاجه زي كده، او ما نلجاش ما نستسهلش حاجه زي كده. لازم ان احنا يبقى في نوع من انواع الحركه والمشي. المشي لو هنتكلم على فوائده كتيره، هنقول مثلا على سبيل المثال هو المشي ان هو بيحافظ على قوام الانسان وعلى صحه الانسان. المشي هو غذاء العضلات. غذاء العضلات، العضلات اللي هي بتحركنا، اذا لم يكن هناك حركه ومشي فلا العضلات مش هتتحرك، وبالتالي هيحصل وهن في العضلات وضعف في العضلات وما يترتب عليه بعد كده من مشاكل في امراض الجهاز العضلي زي الروماتيزم وزي الام المفاصل وزي هشاشه العظام. فيعني اذا احنا المشي ده لازم يكون قاعده اساسيه لان هو مقياس حياتنا. اما نقول ان المشي هيمنع امراض الروماتيزم، طبعا هيمنع امراض الروماتيزم، بس احنا برضو هنتكلم بعد كده في نقطه وهي محظورات ان احنا ايه هي الامراض اللي احنا نبقى ماشيين فيها يعني بنظام معين. يعني المشي الصحي، المشي يعني الصحي المناسب للحاله الصحيه تمام لكل مرض. يعني ما في مريض بنقول له ما تمشيش كتير، امشي في حدود حركتك. في مريض بنقول له امشي نص ساعة، امشي ساعة في اليوم، سواء متقسمة او سواء على بعضها مفيش مشكلة. لكن هو طبعا المشي هي بيفيد العضلات، العضلات اللي بتحمي المفاصل، دي نقطة مهمة جدا جدا، بيحافظ على قوام الانسان، بيتخلص من السعرات الحرارية الزايدة في جسم الانسان. جماعة اللي هم عندهم سمنة وعندهم دهون وعندهم سعرات حرارية متكومة في جسمهم، طبعا المشي هنا والمشي الصحي والمشي اللي هو مدته يعني ما تقلش عن نص ساعة. أنا عندي هنا المشي نص ساعة بيحرق ما بين 200 إلى 220 سعر حراري، اللي هي تمثل 22 جرام. يعني 22 جرام من الدهون مثلا، من الدهون. يعني إذا أنا لو قمت كل يوم الصبحية وتمشيت نص ساعة وهحرق 200 سعر، من 200 ل 250 أو ل 220 سعر حراري، ده هيمثل لي مش أقل من 22 جرام دهون بتخلص منها. إذا هو اقل التمارين ضررا على الانسان. يعني اللي هو بيدور على انه ينزل وزنه بيقول والله انا هروح هيلث كلاب، هروح نادي صحي وهشتغل على الاجهزه، اقول له ماشي اوكي، لكن لا تنسى المشي.
المشي ده بالنسبه لك فايده كبيره جدا جدا. انت مع المشي ده انت حاجه رياضه ببلاش سهله رخيصه الثمن عاليه القيمه بتحرق فيها نسبه كويسه. حضرتك يا دكتور قلت ان هو اقل التمارين ضررا ضرر على الانسان. هل نقدر نضيف ونقول ان هو اكثرهم فائده للانسان؟ بالتاكيد بالتاكيد زي ما هو اقل ضررا. يعني انا ممكن اقول ايه المريض ده لا ما تستخدمش السير الكهربي، لا ما تستخدمش العجله الثابته، يعني يا ريت مش عارف كذا، لكن انا اقول له ايه المشي امشي. المشي انا عندي انواع من المشي، في مشي بطيء وفي مشي سريع وفي مشي يعني متوسط. لسه هكلم حضرتك في النقطه دي يا فندم. ازاي كيفيه المشي بشكل صحيح للانسان العادي وللانسان اللي عنده مرض من الامراض المزمنه؟ لو حضرتك استفيد اتفضل يا فندم. احنا هنقول ان المشي في انواع من المشي، في مشي بطيء وهي ان الحركه تبقى بطيئه، وفي مشي برضو نقدر متوسط، وفي مشي سريع اللي يصل الى الجري، يعني هو يقترب المشي السريع ده اللي هو يقترب من الجري. الانسان التملي في بدايه وضع برنامج للمشي بيبقى متدرج، يعني خاص اذا كان لاول مره هيبتدي يمارس رياضه وليكن من رياضه المشي هيبقى متدرج. هنقول له ابتدي بالمشي البطيء الاول، وبعد كده هو اسرع خليك المشي المتوسط. الانسان بقى المتعود على المشي واللي هو الحمد لله وصلت عنده اللياقه البدنيه او الفيزيكال فيتنس لدرجه كويسه والعضلات عنده وصلت من الدرجه كويسه جدا، انا اقول له ابتدي اجري. والجري نوع من انواع المشي، بس هو زي ما اتفقنا ان هو المشي السريع اللي هو اسرع حاجه. طب يا دكتور الممارس لرياضه المشي يعرف القصه دي منين؟ يعني هل لازم يتابع مع طبيب ولا هو بيمشي من نفسه؟ بص هو حضرتك حاجه من الاثنين، يا اما من خلال التوعيه الصحيه، يعني احنا بنقول هنا برامج الصحيه احنا بنوعي، بنفتح موضوع زي ده، اللي بيسمعنا بيقدر يقول والله طب امشي ازاي؟ اقول له والله يعني واحد مثلا على سبيل المثال يقول لي انا عندي خشونه في المفاصل وعندي تاخر في مفاصل الركبتين بالذات، يا ترى الدكاتره قالوا لي لازم تمشي؟ اقول له معلش احنا هقول لك امشي، بس انت هنا متكتف في المشي، ما اقدرش اقول لك زود مشيتك، امشي مثلا بكيفيه معينه، اولا ببطء، ثانيا ما تزودش في الفتره الزمنيه، يعني هيقول لي طب امشي قد ايه؟ اقول له مثلا قسم النص ساعه الى ثلاث اقسام، 10 دقائق وريح و10 دقائق وريح و10 دقائق وريح. جميل. ده مثلا مريض عنده خشونه في المفاصل وتاكل في الغضاريف. ليه بقى؟ لان هنا ممكن المشي الزائد وبحركه هيتعب هيجيب نتيجه عكسيه، هيجيب نتيجه عكسيه ويعمل له الم ويعمل له مشاكل. مثلا على سبيل المثال طلوع ونزول السلم لهذا المريض، اقول له لا خلي بالك طلوع ونزول السلم بالنسبه لك في الفتره الحاليه لغايه ما تبتدي انا اجهزه بقى، يعني انا مش ايه يعني مش هكتفه لكن اجهزه. طب اجهزه ازاي؟ زي تاهيل يا دكتور، تاهيله اهله عشان انا برضو بعد كده هستفيد من المشي، وخاصه اذا كان الوزن زائد. يعني انا دلوقتي يعني المريض اللي عنده خشونه في المفاصل ووزنه زائد هو ما بين زي ما بيقول ما بين الشقاي الراحه، هو عايز ينزل وزنه عشان ده عمل تقل على المفاصل، ده في نفس الوقت مش قادر كتير عشان الالم، فهو مشكله هيعمل ايه؟ طبعا احنا بنساعده. بنساعده ازاي؟ احنا بنقول له انا هبتدي اعلمك تمرينات اسمها تمرينات تقويه عضلات في وضع الثبات، دي تمارين هيبقى مريح جسمه على السرير فارد ركبه، بيبتدي يشد عضلات الفخذين ويثبتهم شويه ويعد عد معين لغايه مثلا 5 لو لغايه 10، وبعدين يعمل استرخاء وبعدين يشد ثاني ويعمل استرخاء وهكذا، يبقى كده ما حركش المفصل وهكذا، يعملها مره واثنين وثلاثه. في انواع اخرى من التمرينات، كل ده ممكن اخصائي العلاج الطبيعي او طبيب الاستشاري الروماتيزم يقدر ان هو يديله هذا البلان او هذه الخطه للعلاج. يقف بقى في هذه المرحله، طب امشي يا دكتور؟ لا في الاول خليك بسيط، يعني خليك بس لغايه داخل الشقه، بلاش تمشي تحت لغايه ما تبتدي يتاكد بعد مرور مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع والتزم بالتمارين، واذا كان هناك بعض جلسات العلاج الطبيعي برضه لتقويه العضلات، ولقينا العضلات بتاعته بدات تبقى قويه بقول له زود بقى، ابتدي امشي بقى، ابتدي امشي مثلا على فترات يعني يا دكتور برضو عايزه نوع من انواع الاراده، بالتأكيد لان هو بالتأكيد يعني هو ممكن يستسهل ويعمل مثلا التمارين الثبات دي وما يلجاش للمشي برضو في الاخر علشان هو بيحس بالام في الحركه، يعني ازاي هو يعني يحط في دماغه ان المشي ده مفيد لدرجه ان هو ممكن يستحمل شويه تعب خفيف في البدايه، تعب معين وحدود معينه وحدود معينه، يعني حتى اللي هم بيعانوا من خشونه في المفاصل بنقول له مثلا خليك مدى الحركه بتاعتك مع مدى عدم وجود الم، بمعنى انت دلوقتي نزلت تمشي مشيت 5 دقائق كويس، وصلت 10 دقائق كويس، اوكي مفيش مشاكل، بعد 10 دقائق بدات تحس بالم في ركبك، لا اقعد ريح المفصل، كون يظهر علامه الم معناها ان في مشكله في المفصل، ده انذار، ما يتحملش على نفسه، ما يتحملش وانت تعبان، ما توقفش وانت تعبان وما تمشيش وانت تعبان، طب هعمل ايه؟ ارتاح شويه، خد لك كمان 10 دقائق وبعدين ابتدي هتلاقي المفصل بدا يرتاح وبدات الايه الدنيا تهدى داخل المفصل، هتبتدي تاخد 10 دقائق تانيين وهكذا.
يبقى انت هنا استفدت من حرق يعني من تخلص من هذه الدهون من خلال المشي وتقويه العضلات وفي نفس الوقت ما ضرتش الايه المفصل. يبقى اذا لكل انسان له نظام معين، المريض غير السليم. طيب دكتور حضرتك تكلمتنا على الام المفاصل طبعا لان هي تخصص حضرتك. طب في امراض تانية مزمنه مثلا زي السكر القلب و يعني حضرتك برضو تنصح الساده المشاهدين بايه لو واحد مريض قلب او واحد مريض سكر او واحد مريض ضغط مرتفع؟ احنا برضو بصينا لقينا ان برضو في الجسم مشاكل زي مرضى القلب ومرضى السمنه ومرضى السكر، هنلاقي في عوامل مشتركه بينهم. ايه هي العوامل المشتركه؟ وهو ارتفاع نسبه الدهون في الدم. جميل. فمثلا على سبيل المثال انا بقول ان مريض السكر هو مريض سكر، لكن هو اساس السكر ايه؟ ما هو السكر عباره عن يا اما مواد سكريه يا اما مواد دهنيه تحولت في الجسم الى مواد سكريه. ده مشكله. مريض السمنه، مريض السمنه عباره عن نفس المشكله، عباره دهون ودهون تحت الجلد متكونه في مناطق اللي هي تحت الجلد. خلاص. طيب مريض القلب طبعا برضو نفس المشكله، لان مريض ده في انواع من الدهون في الدم اللي هي الدهون الثلاثيه، كوليسترول بانواعه في كذا نوع منه، كل ده برضو مع تراكم هذه الدهون وترسبها على جدران الشرايين هي دي بتعمل مشاكل، بتسبب كوارث اذا الكل يشترك في حاجه واحده، وهو ان في دهون زايده، دهون في انواع دهون في الدم وفي انواع دهون في تحت الجلد وهكذا. اذا انا محتاج الى حرق هذه الدهون واستهلاكها. والحل البسيط المتيسر هو المشي. فتلاقي كل الاطباء في كل الفروع بينصحوا المريض بالمشي. طبيب العظام وطبيب الروماتيزم بينصح المريض بالمشي، طبيب اللي هو القلب بينصح المريض بالمشي، طبيب السكر وطبيب السمنه بينصح المريض بالمشي. اذا فالمشي هنا وسيله علاجيه، وسيله علاجيه بنقدر نستفيد منها، غير مكلفه واقل تكلفا واقل ضررا واخسر قيمه واكثر واعلى قيمه. جميل يا فندم. طب في اس ام اس مع حضرتك، عمري 52 سنه، عملت عمليه انزلاق غضروفي قبل شهر، وبعد العمليه كنت مستريح، وبعد 25 يوم سافرت مسافه 4 ساعات جالسا، وبعدها تعبت بوجع في الرجل والظهر. تمام. علما ان العمليه كانت في الفقره الثالثه والرابعه ومش محدد المنطقه. أيوة. والالم مبرح عند القيام ولا اقوم الا بمساعده اخرين. أيوة. افيدوني وشكرا. طبعا ده نقطه مهمه جدا جدا، واحنا بنقول لكل من مرضى اللي هم بيعملوا حتى عمليات جراحيه سواء ازاله غضروف في الظهر او اي مشكله في الظهر، يا جماعه في حاجه اسمها تاهيل بعد العمليه. ما ننساش الموضوع ده، ما نفرحش ان احنا عملنا العمليه وخرجنا من العمليه وخلاص الحمد لله وتمام التمام، يلا بقى نمارس حياتنا. يلا ممكن قدر الله تعالى يا دكتور الموضوع كله يبوظ. يبوظ طبعا بالتاكيد، لان فده رساله لكل مريض ولكل طبيب بيعمل عمليه جراحيه. انت خلصت عمليتك متشكرين قوي، عملتك زي الفل، معلش في زميل ليك ابتدي ابعته للتاهيل للعلاج الطبيعي، يا جماعه المريض ده عمل عمليه كذا كذا، عايزين ناهله. ناهله بمعنى ايه؟ اولا نعلمه ازاي يمشي في البدايه بعد العمليه الجراحيه. ثانيا نبتدي ناوله العضلات، سواء هنا بقى في الحاله زي دي بقوله عضلات الظهر، في برنامج لتقويه عضلات الظهر سواء من خلال الاكسرسايز التمارين او من خلال العلاج الطبيعي او استخدام اجهزه العلاج الطبيعي. كل ده لازم، مش هنخسر حاجه ان احنا بعد العمليه الجراحيه ان احنا ننزله الى قاعه او صاله العلاج الطبيعي او لقسم الروماتيزم والتاهيل. من فضلكم المريض ده عمل عمليه كده، اكتملت الايه؟ اكتملت النجاح. طب ده يا دكتور ممكن نقول ان هو ممكن يبقى دور الطبيب ان هو قبل ما يعمل له العمليه الجراحيه يبقى مفهمه البلان، الخطه اللي هيمشي عليها كلها من قبل ما يعمل الجراحه؟ هو يعني لعلم حضرتك في الخارج برضو، خلينا برضو الواقعيين، ان متقدمين قبل ما يخش المريض للعمليه اساسا في برنامج ما قبل العمليه وبرنامج ما بعد العمليه. يعني حتى نفس في البرامج التاهيليه دي كلها، المريض دخل مثلا مستشفى معين عشان يعمل عمليه، طبعا ما بيبقاش الاتفاق ان هو بيتفق معاه بالليل ويقول له هعمل لك عمليه الصبح، الا اذا كانت ارجنت قوي يعني وطبعا طوارئ و و و والمريض مش مستحمل خلاص اوكي. لكن المريض اوريدي هنجهزه العمليه وانه محجوز بيعمل فحوصات وبيعمل تحاليل وبيعمل بالمره بيعرض على العلاج الطبيعي بيتجهزه. ده ليه برنامج تجهيز، عمل العمليه خرج من العمليه بنجهزه للحركه. طب بالظبط الاخ اللي سال السؤال ده او اللي بعت الاس ام اس ده بيقول مستعجل. كان مستعجل مثلا، بيقول لك قعدت شهر كويس، بس انا سافرت في عربيه قعدت 4 ساعات قاعد. طبعا هنا اللي انا تخيله ان هو ما عندوش عضلات تحمي العمود الفقري تماما، ما عندوش، بدليل ان هو تنه راكن ظهره لمده 4 ساعات، اما جاي يتحرك
ما فيش اي مرونه خالص، ما فيش عضلات حاميه، فبالتالي ممكن وهو نازل من العربيه خلاص او حصل بقى هنا ممكن ارتداد تاني لحته الغضروف مثلا او الحاجات دي، وبالتالي طبعا بدا يشتكي من ظهره وبيشتكي من الالم. طبعا في هذه الحاله انا بقول له هيعاد تقييمه مره تانيه، ممكن نطلب منه اشعه رنين مره تانيه عشان نشوف لا قدر الله يكون مكان الديسك ده او مكان اللي هو حصل فيه ازاله حصل ارتداد تاني او فيلير او فشل عشان نظبطه. ممكن يكون ده ولا ده، بس نبتدي مع العلاج الطبيعي. هو دكتور بيقول ان هو بقى له شهر، فاعتقد ان هو بيعمل بعد فتره من العمليه برضو اشعه رنين مغناطيسي للتاكد من العمليه. ده المفروض ده ده, ده 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 المفروض، لكن هو ما بيحصلش عشان نبقى واقعيين، ما بيحصلش. هو مجرد ما المريض بيلاقي نفسه بقى كويس خلاص بقى يقول لك انا لسه هروح اعمل وبتاع. لكن زي ما بقول احنا يهمنا تاهيل المريض بعد العمليه، وفي عمليات معينه ما فيهاش فصال في التاهيل، يعني عمليات مثلا اللي هو تغيير مفصل الفخذ لا يمكن المريض هيقدر يبتاع الا ما يتاهل للمشي والحركه. جميل. من خلال مثلا طبعا تمارين معينه وبرنامج تاهيل معين. فاذا بصفه عامه احنا بنتكلم لمن يقومون بعمل عمليه جراحيه، يا جماعه في حاجه اسمها تاهيل ما بعد العمليه، فيما قبل العمليه بري اوبراتيف وفيما بعد العمليه بوست اوبراتيف، دول ما فيهمش فصال. يا ريت ما نستهترش في حاجه زي كده، يا ريت ما نكسلش عنها، هي حاجات بسيطه جدا جدا، ولكن هتكمل منظومه النجاح للجراح اللي هو بذل مجهود وعمل عمليه ويحب عمليته تنجح على طول، والمريض يقول الله انا رحت للجراح الفلاني وعمل لي عمليه ناجحه. ما يقولش ان هو عمل لي عمليه وبعد كده حصل فشل فده اساءه. يمكن يا دكتور بدون قطع كلام حضرتك ان هو ما فيش قلق من العمليات الجراحيه الكبيره، يعني العمليات الجراحيه الكبيره كده كده العيان ما بيبقاش قادر يتحرك. تمام. يعني القلق بيبقى في الجراحات البسيطه. طبعًا. او الحاجات. طبعًا. البسيطه اللي هو ممكن العيان يفتكر نفسه ان هو بقى زي الفل ويبدا يمشي. زي مثال لو سالنا يعني يعتبر دكتور الجراحات اللي في العمود الفقري دلوقتي بقت من الجراحات البسيطه. طبعا طبعا. وخاصه مثلا يعني بالنسبه لجراحات الظهر طبعا بقت سهله جدا وبقت بسيطه. جراحات الرقبه لسه ما زلنا برضو حذرين الى حد ما، يعني يعني بنخليها ايه في اضيق الحدود، لان طبعا دي منطقه فيها صعوبه شويه. منطقه فقرات ضيقه صغيره، الغضاريف فيها فيها مركز التحكم في من خلال الاعصاب الطرفيه في كل اعضاء الجسم، فبيبقى في يعني حرص شويه ودقه، وبقدر المستطاع يبقى الاكسبيرينس او الخبره في حاجه زي كده عاليه قوي لازم عشان المريض يخرج سليم. الظهر بقت من يعني اسهل اكثر سهوله. بقت النجاحات فيها اعلى كتير يعني. جميل جدا يا فندم. طيب في اس ام اس ثانيه يا فندم. اعاني منذ سنه من الم شديد اسفل الظهر والقدم اليسرى. تمام. وقمت بعمل اشعه رنين وقال لي الطبيب انه انزلاق غضروفي. ايوه. وقام باعطائي ادويه ومسكنات. تمام. وكنت في البدايه لا اشعر بالام بعد ان اتناول الدواء. العلاج. طب استاذن حضرتك يا فندم، هنكمل الاس ام اس بعد ما ناخد اتصال لام محمد. اتفضلي يا ست محمد. والله لو سمحت انا من يجي سنه كده بمشي من الدكاتره، يعني باخد علاج كده وكده، يقول لي قلب نقطع الدوره. وبعد كده الرجلين من حد الركب الرجلين وتحت كده وجعاني قادر امشي عليها. يعني الالم في الركبتين؟ لا الالم تحت الركب. تحت الركب؟ ايوه تحت الركب كده، ومش قادر امشي. لما اجي امشي كده احس رجلين وجعاني، مش قادر امشي، يعني احس بالم كده واجعني من تحت الركب وتحت. وتحت والقدمين؟ لا القدمين لا. هي تحت الركب. من تحت الركب وبس يعني كده. وسن حضرتك كام سنه؟ سني 51 سنه. 51؟ اه. في زياده في الوزن؟ لا عادي الوزن خالص عادي. والالم مع الحركه ولا ممكن وانت نايمه ولا وانت قايمه من النوم الصبح؟ والله انا ونايمه، لو صحيت بالليل بحس بوجع، وانا في الصبح اول ما اقوم يعني كده بحس برد بالم كده، ويما اقعد بحس بالم. والحركه برضو معاها الم؟ الحركه معاها ثقل كده في الرجلين، مش قادر امشي. ثقل في الرجلين. طيب تمام تمام تمام. انا هجاوب على حضرتك. شكرا يا ست محمد. فضل طبعا هو مهم جدا ان احنا نسال عن طبيعه الالم اللي عندها، يعني انا تعمدت اسالها الالم مع الحركه، طب الالم وانت نايمه، طب الالم وانت قايمه، بيختلف طريقه العلاج طبعا. شكل الالم طبعا في مريض يقول انا مشكلتي مع الحركه، لكن لما بقعد خلاص مستريح بخش انام مستريح، ده اسمه الم حركي. وده اللي هو زي بيبقى مصاحب في معظم الحالات للخشونه والتاكل الغضاريف. لكن هناك نوع اخر برضه من الالم مهم جدا جدا، اللي هو الالم الالتهابي. الالم الالتهابي ده عباره عن ايه؟ الم مع الحركه بسيط ومع الراحه ازيد. يعني يقول ايه؟ انا وانا بالنهار تعبان، بس لما اخش انام بحس الالم اكتر، بحس مش عارف انام من الالم. وبعدين اذا راحت عينه غفلت في النوم ونازل من السرير الصبح، يقول لك انا قايم الصبح كاني مضروب علقه ونازل من على السرير مش قادر اتحرك. ده اسمه الم التهابي. ده دكتور بيختلف تماما في اساليب العلاج. طبعا يعني طبعا يعني مهم جدا ان المريض يبقى دقيق في وصفه للتاريخ المرضي للمرض. والطبيب لازم يساله التاريخ المرضي بدقه عشان يقدر يوصل يحط ايده على النقط. الخطوه بقى الثانيه احنا هنقول للمريضه اللي سالتنا، احنا مطلوب من حضرتك اشاعات وتحاليل.
اشعه للركبتين على الاقل. هي ساعات بتقول الالم تحت الركبتين ماشي اوكي لكن هو ممكن يكون تسميع من الركبتين فتعمل اشعه على الركبتين امامي خلفي وجانبي وتعمل مجموعه من التحاليل بسيطه قوي اسمها تحاليل النشاط الروماتيزمي اللي هي حاجه اسمها سرعه الترسيب وحاجه اسمها بروتين سين التفاعلي في الدم سي ار بي وفي حاجه برضو اللي هو ممكن تحليل بول يوريك اسيد حمض البوليك دي مجموعه من التحاليل بسيطه بتعملها عشان نفرق هل ده في اتجاه الالم الحركي ولا في اتجاه الالم الالتهابي وده العلاج وده العلاج وفي الحالتين ان شاء الله بيبقى فيه الشفاء زي الفل الحمد لله إن شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك هنكمل الاس ام اس لحضرتك اعاني منذ سنه من الم شديد اسفل الظهر والقدم اليسرى وقمت بعمل اشعه رنين وقال لي الطبيب انه انزلاق غضروفي وقام باعطاء ادويه ومسكنات وكنت في البدايه لا اشعر بالام بعد ان اتناول الدواء تمام وفيما بعد اصبحت المشكله اكبر خاصه مع دخول التجنيد في الجيش واصبحت اعاني من الام اكثر من كثره التدريب ارجوكم اريد مسكنا قويا حتى الاشعر بالالم هو دلوقتي مشخص حالته وقرر العلاج طبعا طبعا هي مشكله طبعا مشكله هو مفيش مشكله لان هو دخل برضه في مجال ما عندوش خيار في الراحه يعني انا اعتقد طبعا ان هو لازم يعرض على لجنه طبيه طبعا ده حاجه تخصه هو ولكن انا بتكلم على حالته اللي هو اشتكى منها ان هو كان عنده الم في الظهر مسمعه في الفخذ الشمال مع تنميل مع حركه عمل اشعه رنين قال له في انزلاق غضروفي برضه احنا عايزين نبقى دقيقين شويه في حته التشخيص من خلال اشعه رنين اشعه رنين ده مجال مهم جدا واسع افاد المرضى وافاد الاطباء كتير جدا جدا يعني قبل اختراع اشعه الرنين ده كان كل مرض مش عارفين يشخصه يتعمل له حاجه اسمها اشعه بالصبغه اشعه بالصبغه ده يتحقن صبغه ويتصور كانت ليها مقاسي وليها مشاكل دلوقتي الحمد لله المريض بيخش جهاز الرنين يخرج الناحيه الثانيه الفيلم متصور موضح كل حاجه الديسك او اصابه الغضروف لها ثلاث درجات ليها درجه اولى اللي بنقول عليها بروز غضروفي او ديسك بلج وليها درجه تانية اللي هي اسمها فتق غضروفي وهو خروج الماده الهلاميه من داخل من خارج الغضروف والضغط على العصب وفي بقى الدرجه الاعلى والدرجه الخطيره جدا اللي هي الانزلاق الغضروفي والانزلاق الغضروفي هنا بيخرج بقى كل الغضروف اللي هو المخده اللي بترتاح عليها الفقرات بيخرج كله او بيتزحلق كله فبيضغط على النخاع الشوكي وعلى العصب الطرفي خلاص بقى بيبقى المريض في حاله مشكله كبيره جدا. طب يا دكتور احنا معلش بدون اقطع كلام حضرتك احنا قدامنا دقيقه واحده بس وللاسف الفقره الجميله هتخلص بتعدي بسرعه طبعا. فحضرتك في الدقيقه دي حضرتك يعني عايزين بقى نصيحه جميله طبعا. للساده المشاهدين. النصيحه الجميله للساده المشاهدين يا جماعه المشي احنا اتكلمنا على فوائده واهميته باختصار بنقول ان المشي له دور مهم جدا جدا لازم المشي ده يخصص له وقت معين لازم كل واحد ليه بروجرام معين في المشي. طبعا كان مفترض ان احنا نتكلم على طريقه المشي ومحاذير المشي وعشان ما يحصلش اصابه والمريض اللي هو بيبقى سليم يمشي يتعب نبقى يخلي باله استخدام شوز او حذاء مهم جدا اثناء المشي مريح ما فيهوش ضغط على القدم عشان ما يحصلش تنميل في القدم وما يحصلش انتفاخ والتجمعات الجلديه اللي بنقول عليها قلو والكلام ده كله لازم يبتدي ملابس واسعه قطنيه لازم يستخدم يبقى يا ريت يبقى معاه صديق اثناء المشي عشان يشجعوا بعض على مش عشان يسليه يعني يمشوا مع بعض خدت بال حضرتك لازم يكون طبعا في تدرج في المشي زي ما قلنا يا ريت يكون في بعض في بعض المراكز والحاجات دي بيعملوا حاجه اسمها التسخين او الورمنج اب ده عشان اعداد العضلات كل دي حاجات مهمه في تسخين جداً. قبل الحركه قبل وبعد كده في تبريد بقى في تبريد ايوه تمام كولينج داون ده كل ده حاجات مهمه جدا جدا كل ده يا جماعه عشان يبقى في مشي سليم بنظام مظبوط عشان يستفيد الانسان ويحقق الفوائد اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه الحركه وهي قوام رشيق التخلص من السعرات الحراريه تجنب امراض الروماتيزم والمفاصل تجنب هشاشه العظام الحفاظ على التحسن و المشي برضو كان فيه نقطه مهمه يعني لو جت حلقات تانية كان فيها بالنسبه للجهاز التنفسي ان هو بيحسن النفس الجماعه اللي عندهم ازمه نفس ربو وحاجات بيتحسن جدا جدا مع المشي وزي ما قلنا التخلص من الدهون ومشاكلها بالنسبه لمرضى السكر ومرضى السمنه ومرضى المفاصل ومرضى القلب و فاذا هذا موضوع مهم جدا جدا في النهايه طبعا بنحب ان احنا كل انسان يمشي لو عنده مشكله يستشير الطبيب في ازاي يمشي وقد ايه يمشي وامتى يمشي ده كل ده هيبقى جدا جدا جدا, جدا يا فندم شكرا جزيلا لحضرتك شكرا. وكانت فقره ممتعه ومفيده جدا نرجو ان احنا نكون افدنا الساده المشاهدين اعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود ان شاء الله تعالى